لبنان عم بيرحب بالمغتربين، عم تطلع عليهم الدولة كمصدر دولارات جايين يصرفوا على السياحة بالصيفية. ومن قبل الانهيار المغتربين بنظر الدولة مش مغتربين، هن مصدر دخل. اليوم صار عندهم دور سياسي جديد، قدروا يغيروا من خلاله المعادلة بالبلد من بعد ما كان نبذهم النظام لسنين ومحاصر دورهم بإرسال المصاري. بس ما كان ممكن يصير عندهم هيدا التقل لو ما التنظيم. الله يخلينا زوم. قضيناها زوم ميتينجز ليل نهار. في عنا عالم بفرنسا، عنا عالم بكندا، وعالم بأستراليا. لوقات ما كتير بيزبطوا مع بعضهم، فكنا نعمل زوم ميتينجز مرات ساعة 3 بعد نص ليل. من أول تأسيس لبنان والهجرة من أساس تكوينه، وأخذت أشكال مختلفة عبر الزمن. بس بلبنان ومثل كتير دول تانية، الهجرة استراتيجية اقتصادية كمان. بيجملها النظام بتسميات رومانسية مثل الانتشار. Future of our country is in your hands. بس هي فعلياً تحولت لمنبع دولارات الاقتصاد الريعي، تقدر قيمتها وتحويلاتها بالسبعة لثمانية مليار دولار سنوياً. بس الهجرة هي من بنية الاقتصاد، من خرج ناس تيروحوا يشتغلوا برا. قبل 17 تشرين هيدي العلاقة كانت نوع من الابتزاز. إذا المغتربين بدهم يدعموا المقيمين ويساعدون، لازم يعوموا النظام وينقذوه مادياً. أما وجودهم السياسي فكان محصور بشكل حصري بأحزاب النظام وفعالياتهم ببعض الدول. المستقلين كان عندهم تحركات هون وهونيك، بس مش بشكل منظم. نحن بالمغتربات كناشطين سياسيين كان دورنا مثل اليويو، بيطلع وبينزل. يعني فتنا بصلب انتفاضة الاستقلال، أصبنا بالأحباط لأنه اصطدمنا بالحيط الطائفي، وب17 تشرين رجعنا فقنا. 17 تشرين غيرت تركيبة الشغل السياسي بالاغتراب، وهيدا له علاقة بتحول السياسة بلبنان مع الثورة وبروز حركة اعتراضية كبيرة. بس كمان له علاقة بتحولات صارت بالمهجر. من جهة صار في مغتربين جداد هربانين من الأزمة والانفجار والكوارث، ومن جهة المغتربين القدام لاقوا حالهم وعملوا شبكات وصاروا ينسقوا ويتنظموا، مثل ما صار مع مغتربين مجتمعين مثلا. بمغتربين مجتمعين نحن شغلتنا بهالسنتين ونص كان موستلي مظاهرات بالأول، لوبيين. بفرنسا كمان في مجموعة عمل يلي هي مجموعة ناشطين متفقين على قضايا مثل مكافحة الطائفية والحفاظ على السيادة اللبنانية ومكافحة التمييز على أنواعه. بأغلبيتنا ناس يساريين من مشارق مختلفة اجتمعنا على هيدي المبادئ. يعني ظلت تحركاتنا موجودة لتقول أنه أول شيء تعبر عن الغضب الموجود بلبنان والمحقون بقلب قلوب الناس. وحزب مواطنون ومواطنات في دولة يلي كان عنده حضور منظم بمراكز الاقتراع وبالاغتراب. التنظيم عم بيشبه أكتر وأكتر التنظيم السياسي يلي قاموا فيه قبلهم اللاجئين السوريين يلي اجوا على أوروبا، وقبلهم المصريين والفلسطينيين وغير شعوب. فيلي عم بيصير هو بروز شتات لبناني رح يصير يلعب دور أهم بالمستقبل. يلي بيشوف شغل الجاليات العربية بالمنفى بيشوف كيف التنظيم السياسي من الخارج قدر يعمل فرق ببلاده. الفلسطينيين تنظموا بالعالم كله وحولوا القضية الفلسطينية لقضية عالمية، إن كان من خلال التظاهرات أو من حملات المقاطعة تبع BDS، أو من خلال استغلال النفوذ والشهرة بالمنفى، أو من خلال الضغط السياسي. نفس الشيء مع الجاليات السورية يلي نظمت تظاهرات وندوات ومؤتمرات بالعالم كله لتحافظ على قضيتها. وسعت جرائم نظام الأسد من المنفى، رفعت دعاوى ضد مجرمين الحرب يلي تخبوا بالغرب، وأكيد الضغط السياسي المستمر يلي تحول لعقوبات على نظام الأسد وحلفائه. المغتربين الفلسطينيين والسوريين عرفوا من الأول أنه هجرتهم باقية وأنه ضروري يتنظموا برا. لهالسبب قدرت الجاليات تتأسس لنوع شغل سياسي مختلف ما بينطلق من المكان بس. وبعد 2020 صاروا جزء كبير من اللبنانيين بالخندق نفسه عم بيواجهوا احتمال هجرة بلا رجعة، موجة ناس فلوا من بعد 4 آب هروبا من الانهيار الاقتصادي وأزماته المتتالية. لأول مرة صار في قوارب موت عم بتهرب ناس بالبحر وطوابير قدام مراكز جوازات السفر ببيروت. بلغ عدد المهاجرين بالعام 2021 نحو 79,134 شخص، اللي هو ارتفاع كبير عن السنوات اللي قبله. إذا التنظيم اللبناني بالاغتراب بلش يشبه هيدي التنظيمات، هو لأنه اللبنانيين كمان صار عندهم ماضي مشترك قادرين يلتفوا حوله ويبنوا من خلاله أساسات لحركة اعتراضية أوسع بالاغتراب. أول شيء نحمي أصول الدولة، تاني شيء نحمي التحقيق بموضوع المرفأ، انفجار المرفأ بأربع آب، تالت شيء نحمي ونأكد على شرعية الدولة اللبنانية، وكمان نكون شبكة دعم للنواب التغييريين وجه الحائط يلي مكون من الطائفية والمحاصصة والفساد. رجع نعمل فورميلة جديدة لنضاين بالوقت وكرمال الاغتراب يضلوا على الصحة ما ينسى بلده بعد الانتخابات.
شغل السياسة الاغترابي منه بس صندوق إضافي بالانتخابات، قادر يأثر على العوامل السياسية الخارجية وعلى الرأي العام العالمي، قادر يستفيد من الامتيازات يلي بتقدمها دول الاغتراب للمغتربين ليشتغل سياسة على نطاق عالمي ويفرض التغيير من برا، بالمحاكم، بالسفارات، بالصحف، بصناديق الاقتراع وبالشوارع.